امرأة حامل نامت مع قطة لأكثر من ساعات، ولكن عند الولادة كانت الصدمة. لن تصدق ماذا وجدوا، وجدوا شيء خطير جدا، سبحان الله. ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. تنبيه: إن هذا الفيديو مهم للغاية لكل امرأة متزوجة، وخصوصا لكل امرأة حامل، فإذا كنت حامل عليك أن تهتم للغاية بهذا الفيديو، وإذا كنت شاب حديث الزواج فهذا الفيديو يكون مهم للغاية بالنسبة لك. وعلى بركة الله نبدأ. إنها الفتاة المدللة سارة. لم تكن سارة كبيرة في العمر فقط، كل ما لديها 19 عاما فقط، وعلى الرغم من سنها إلا أنها تزوجت حديثا. تحب سارة القطط للغاية، فهي مدمنة للحيوانات الأليفة، ولديها قطة تحبها للغاية، ولم تستطع أن تبعدها عنها لمدة ثواني، حتى أن زوجها ثائم من هذه القطة، لأن سارة بكل بساطة تهتم بها للغاية وتفضلها عن زوجها. وبعد شهور قليلة من الزواج حملت سارة، وبدأت تظهر عليها أعراض الحمل، وكان زوجها سعيد للغاية بهذا الحمل، لدرجة أنه كان يجلب لها أي شيء تتمناه، ويطلب منها الراحة التامة وعدم القيام بأي أعمال شاقة، بل جلب لها خادمة في المنزل حتى تخفف عنها أي أعباء وتقوم بخدمتها. ومرت الشهور سريعا، وفي أواخر شهور الحمل كان الزوج لا يقوم بأي علاقة جنسية مع زوجته، وكانت سارة دائما تنام بجوار قطتها اللطيفة، فكانت معلقة بها للغاية، وتجلبها إلى غرفة نومها وتجعلها تنام معها في السرير. ومرت الأيام سريعا، وحان موعد الولادة، فأخذ الزوج سارة وذهبوا إلى المستشفى سريعا. فدخلت سارة إلى غرفة العمليات، وكان زوجها بالخارج منتظر، ولديه شغف جديد لدى مولوده الجديد. ويا للأسف، بعد الولادة اكتشف الزوج أن ابنه مشوه تماما، لديه تشوهات عديدة بجوار عينيه، ولديه مشاكل صحية خطيرة. فصدم الزوج مما يراه، وسأل الأطباء عن السبب، فكانت الصدمة أن السبب هو القطط الأليفة التي كانت تنام بجوار سارة. ولكن أحبابي في الله، ركزوا جيدا، سنقدم لكم بعض المعلومات العلمية التي تثبت لكم أن القطط خطيرة للغاية. ركزوا جيدا، تعتبر القطط حيوانات ناقلة للعديد من الأمراض، على الرغم أن الكثير يحب تربيتها، إلى أنها قد تكون خطيرة على المرأة الحامل. أن القطط تمتاز بأنها تنقل بسهولة مرض خطير يسمى طفيل التوكسوبلازما. وطفيل التوكسوبلازما هو دقيق للغاية، يمكن انتقاله بالأكل أو الملامسة، فعند خروج القطط من المنزل فإنه يبقى معلق عليها، ومن الممكن أن يكون معلق على رجلها أو يكون على شعرها الكثيف. فإذا تم تعقيمها وتنظيفها بحرص وعناية فائقة، يكون من السهل انتقاله لجسم المرأة الحامل. ويكمن الخطر الأكبر في تربية القطط على المرأة الحامل، حيث تؤثر بشكل مباشر على الجنين، فيؤدي إلى حدوث إجهاض مبكر أو إنجاب أطفال يعانون من مشاكل صحية عديدة، وقد يسبب الوفاة المبكرة والاحتمال الأكبر وفاة الجنين في رحم أمه، وذلك لانتقال العدوى من القطط للمرأة الحامل. فإذا كنت زوج أو إذا كنت امرأة حامل، يجب عليكم الابتعاد عن القطط وعدم تربيتها في هذه الفترة الحرجة، حتى لا تسببوا لأنفسكم أي متاعب أو أي أضرار على الجنين. كما أن هناك بعض التجارب التي تقول أن القطط قد تسبب العقم للنساء، ولكن ليس هناك أي دلائل قوية تفيد في هذا الموضوع. وهناك شخص يدعى محمد ويقول: قصتي حدثت منذ 10 سنوات تقريبا، حينما كنت أبلغ من العمر 15 عاما، وكنت وقتها في الليل نائما في فراشي، إلا أنني شعرت بشيء غريب، كما لو أن هناك من يشاركني في فراشي، مما أشعرني بالخوف. وعندما فتحت عيني لم أجد شيئا، فكان فراشي كما هو أنا فقط به، فنهضت، وعندما تحركت لمحته إنه قط أسود يركض ناحية الحمام، وعندما تتبعته لم أجده. ولكن لحظة، ما هذا؟ لم أتبينه بشكل جيد، لكنه ضخم وشكله مرعب، إنه في مرآة الحمام.
فخرجت مسرعا إلى فراشي وأنا أرتعد. وبعد مرور الوقت غلبني النوم. استيقظت في صباح اليوم التالي وكتمت ما حدث في الليل، ومر يومين دون حدوث أشياء غريبة. وعندما حل الليل ونمت رأيت كابوسا مرعبا، فقد رأيت قطا أسودا عملاق يهاجمني ويخدشني دون رحمة. ولم أشعر إلا وأنا أستيقظ صارخا، ولكن ما هذا؟ ألم يكن حلما؟ فما هذا؟ إنه الخدش يظهر واضحا في يدي. وهنا لم أستطع كتمان ما حدث، ورويت كل هذه الأحداث لأهلي. ورويت ما حدث لأهلي، فقالت جدتي: يجب وضع شمعة مشتعلة أسفل السرير ورغيف خبز مع ملح بجواري. وقد فعلت والدتي، ولكن عندما نمت جاء القط الأسود فأسقط الخبز والملح وأطفأ الشمعة وأخبرني أن جدتي ستتسبب في قتلي. واستيقظت صارخا، قصصت ما رأيت لأهلي، وبالفعل ما حدث في الحلم حدث في الحقيقة. وبدأت رحلتي مع المشايخ، فذهبت إلى أكثر من شيخ حتى وصلنا إلى الشيخ الخامس الذي سألني عن التزامي بالصلاة، فأجابت والدتي أنه سيتم تعليم الصلاة. وهنا غضب الشيخ كثيرا، فكيف بفتى في 15 ولا يعرف كيفية الصلاة؟ وأخبر والدتي بأن نجاتي في التزامي بالصلاة والأذكار. وخرجنا، وفي الطريق كانت والدتي غريبة وتتحدث بصوت غريب، وعندما سألتها كان شكلها مرعب، عيون سوداء نافرة وأظافر طويلة وبشرة شاحبة. وقالت بأنني لن أنجو، فلم أتحمل وفقدت الوعي. أفقت فوجدت نفسي في المنزل بين أهلي، فسألت ما الذي حدث؟ فقالت أمي بأنني أصبت بحالة غريبة وتحولت عيني بشكل غريب، وصرت أصرخ وأصدم رأسي بطبلوه السيارة إلى أن أصبت وفقدت الوعي. كل ما أذكره غير ذلك، وقصصت ما رأيته، ولكن إصابة رأسي أكدت رواية أمي. خرجت متجها إلى الحمام حتى أتوضأ لأصلي، ولكن رأيت في المرآة القطة السوداء، فهممت بالهرب، إلا أن هذا الظل جاء من خلف الستارة ولم يفتح باب الحمام، فبدأت بالصراخ. وفجأة فتح الحمام فكان الشيخ الذي يقرأ القرآن، واستمر في القراءة، ومع القراءة كانت الصرخات تتعالى، وها هو ذو الوجه المرعب إنه يحترق. فأمرني الشيخ ألا أنظر إليه، وبالفعل احترق واختفى تماما، ولكن لم يغادر حياتي، فما زال يزورني في أحلامي مع قطته السوداء التي تلازمه، ويهددني بأنه سيأتي وينتقم، ولكنني دائما التحصيل لنفسي بالصلاة والأذكار.